دخلت على راسي وحنا مع الحسين الثاني في الاعياد الوطنيه تنتصنتوا الخطابات تاعو، في الازمات كنتصنتوا الخطابات تاعو، كان في كل خطاب فهمتي كتبقى راسخة في الدين تاعك، ديك الفكره اللي باغي يوصل لك الشعبيه العزيز كان كيبدا بها في اي خطاب، وملي كيبغي يقول لنا شي كلمه او شي فكره غادي باغي يوصلها لينا كيقول لنا الشعبيه العزيز هاش كاين وهاش كاين وهاش كاين، فهمتي كنا دائما معايشين في بحال في فاش كان صدام في هذا قال لي تريث تريث فان الغلبه تغلب السابو، ذكرى الوفاه تاعو جو مسوفيان بيان، كنت باركه كنت فرش في التلفازه شي شويه وقفوا التلفازه وكتبوا لينا وفاته فهمتي لتحت، بس كتحس بحال اللي ترفعتي بحال الدنيا وقفات الوقت وقفات واحد لانستا وواحد البيرتيرباسيون كتحس بها، حيت ابغي دير حنا البروموسيون اللي قلبناه هو على الشغل فهمت، هذيك الشباب هو المستقبل، دوكا فاش مات الحسن الثاني ما خلاوش ديك البيرتيرباسيون غاده، كي مات هو عاش الملك محمد السادس، هنا مات الملك وهنا عاش الملك، يعني ما بقاتش ديك البيرتيرباسيون بزاف، هذيك بحال اللي صافي راه وتستمر الحياة، كان عزيز علينا، كتحس بفراغ، وكيعوضوا بدو، فهمتي؟ غير الجينيراسيون ماشي هي الجينيراسيون، وبيان سيغ كنحسوا به قريب منا، شتي حتى فاش ديك الفترة تاع الصغيرات، داك الانقلاب اللي بغاو كيديروا باقي لحد الآن الخطاب تاعو في راسي. أنا عاقلة على الخطاب تاع الصغيرات، الشعبية العزيز كادت بلادنا في الساعة الأخيرة أن تمر بنكبة من أعمق وأخطر نكبات حياتها، ذلك أن بعض الضباط لا يفوز عددهم 10 هجموا على قصر الصخيرات ونحن إذ ذاك بصدد الغباء، ومن هؤلاء الضباط الجنرال المذبوح الذي كنت أحسبه من معين أقربي. المهم في ذيك الفترة حتى فاش تبومباردا وعاقله بان ملك الاردن هو اللي جا وحضر ديك، كان عندنا معاه ذكريات وما كنخلو حتى حاجه تفوتنا، والله عاش محمد السادس، كون ما كانش محمد السادس كون راه هضره اخرى، الله يديرنا البركه في محمد السادس، هو اللي وقف الشعب المغربي ومازال كيضحي معاه، وكنتمنى ان الشعب يكون واعي بهذه التضحيه، ان دوك الناس اللي باغيين يديروا في البيرتيرباسيون داك الشيء يعرفوهم ويتعاملوا بمعقوليه مع كل كلمه كل فرصه كل حاجه دارها لنا محمد السادس.